على ثاني. مشكلتنا احنا كعمال قبل ما نضم القوات المستقله او ننشئ القوات المستقله ان اللائحه دي ما كانتش بتاعتنا. الفرق بيننا في قانون قانون 35 والفرق بيننا عندنا احنا ان احنا زي ما احنا بنقول كده بيجتمع مش اقل من 50 واحد، وال 50 واحد هم بيجتمعوا بيتحط ما بينهم بيختار منهم ناس تحط لائحه اللي يمشي عليها المنظمه القويه. بيتحط عليها المده اللي تبقى ان القوه المنظمه القويه تشتغل عليها. ما انا كمان هقول لك على حاجه، هو احنا ايام الاخوات كنا احنا متهمين ان انتوا ناس ضد الشرع وضد الدين، ودلوقتي بنتهم بالخيانه والعنف. مع ان نقابتنا اصلا احنا كعمال مع ان احنا نقابتنا اصلا النقابات بتاعتنا المستقله هي اللي كانت من وجود 30/6. الاتحاد اللي هو رفض ايام الاخوان ايام كمال ابو عيطه ال 1200 جنيه حد ادنى، وقال لك ان اقل متوسط دخل لكل العام ما يقلش عن 1800 جنيه، هو دلوقتي اللي بيقول لك الدوله ما فيهاش فلوس ولازم نقف جنب البلد. هو نفس الاتحاد، هو نفس الناس، نفس الناس اللي طلعت وكانت بتطبل لمبارك وبتطبل لمرسي، هم اللي بيطبلوا دلوقتي للسيسي. الحقيقه ان احنا المؤتمر ده كان انشئ من حوالي 3 سنين، كان الغرض الرئيسي منه ان احنا نجمع العمال على اربع اساسيات، هي التضامن والتوعيه والدعم الاعلامي والدعم القانوني، ويكون وعي بقوانين العمل والمشاكل بتاعه العمال بدون وعي حقيقي احنا واقفين فين وفين مشاكلنا، مش هيبقى في اي حل. لان المشكله عندنا كمان ان في عمال ممكن يبقى مش عارف ليه حق بس مش عارف حق، وبيحسبوا ان هو مطلب، لان احنا حتى عندنا حاجه اسمها الحق والحاجه. التوعيه دي بتفهمه ايه الموضوع، احنا موجودين على اي خريطه. يعني مثال صغير، النقابات العامه اللي هي تابعه للاتحاد العام، احنا بندعم جوه المؤتمر الدائم النقابات المستقله، لان الحقيقه فوجئنا ان في معاهدات دوليه مصر ماضيه عليها من سنه 48 و49 بالحريات النقابيه والحق في التنظيم. طب الكلام ده طول السنين دي اللي هو عدى ال 60 سنه العمال ما تعرفش حاجه. احنا بنحاول نقوم بالدور ده، وبندعو اي كيان او اي حزب بيقول انا حزب جماهيري او انا حزب معني بالشعب ان هو يدي اهميه قصوى للعمال ويدي اهميه قصوى للتوعيه.